بيت. أثناء التحري حول قضية ما أو جريمة، يتعين على المحققين ألا يغفلوا أي شيء يتم العثور عليه في مسرح الجريمة، وألا يقللوا من شأن أي عنصر مهما بدا تافها. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حدث بالرباط أن تعرض محل لبيع المواد الغذائية بالجملة لعملية سطو. تم كسر الباب واقتحام المخزن، واستولى الجاني أو الجناه على مبلغ مالي هام وشيكات. كان المال والشيكات في خزانة حديدية تم تقطيعها باستعمال نافثة نار شاليمو. حدث ذلك تحت جنح الظلام. في الصباح لما اكتشف أصحاب المخزن ما حدث، بادروا إلى إبلاغ الشرطة. حضر المحققون إلى المحل وفتشوه بحثا عن بصمة أو دليل يقود إلى الجاني أو الجنات. لم تكن هناك بصمة أو أثر. ولما هم المحققون بالانصراف، لاحظ أحد المفتشين وجود علبة لعيدان الكبريت ملقاة على الأرض. أخذها، فتحها، كانت فارغة، كاد يلقي بها إلى الأرض، غير أنه لاحظ وجود أرقام مكتوبة على ظهر العلبة الصغيرة. كانت 6 أرقام، بدت رقم هاتف بالدار البيضاء، وكانت الأثر الوحيد الممكن اقتفاؤه حتى الآن. سلك محققو الشرطة السبيل التي يتيحها القانون وتوجهوا إلى مركز الهاتف بالرباط. تمكنوا من تحديد هوية صاحب الرقم الهاتفي المكتوب على علبة عيدان الكبريت، كما اهتدوا إلى عنوانه بالدار البيضاء. انتقل محققو الشرطة القادمون من الرباط إلى العنوان المحدد، يرافقهم ضابط من الشرطة القضائية بالدار البيضاء. تلافيا لكل عيب مصدري، تقرر أن يتم تحرير المحضر باسم الضابط المرافق. في العنوان المحدد بالحي المحمدي يوجد دكان يعمل صاحبه في إصلاح أجهزة تبريد محركات سيارات الرادياتور. طبيعة عمل الرجل تستوجب استعمال أداة الشاليمو نافثة النار. في المخزن الذي تعرض للسرقة في الرباط، كان مفتش الشرطة قد تيقنوا من أن الصندوق الحديدي تم تقطيعه باستعمال الشاليمو نافثة النار، وهو ما يتقطع تماما مع طبيعة النشاط الذي يزاوله صاحب المحل الواقفون عنده الآن. ولذلك كان من الطبيعي أن يستنطق الرجل. كان صاحب الدكان رجلا يبدو من ملامحه أنه في عقده الخامس. كان معتدل القامة، يميل إلى البدانة، يقف أمام المحققين بهدوء ينم عن ثقة في النفس. بادره أحد المحققين: هل لنا أن نعلم أين قضيت نهاية الأسبوع؟ ذهبت إلى الصيد رفقة مجموعة من الأصدقاء. الشاليمو نافثة النار التي تشتغل بها، هل كانت في الدكان خلال نهاية الأسبوع؟ بدت على وجه الرجل علامات استغراب، فاجأه السؤال، تدارك فأجاب: كلا، لم تكن نافذة النار في المحل نهاية الأسبوع. أين كانت؟ سأل مفتش الشرطة. كنت أعرتها لصديق لي، قال إنه ينوي إصلاح أنبوب ماء في منزله. بدا للمحققين أن الرجل لا يكذب، طلبوا منه أن يزودهم بمعلومات حول صديقه. لما توجهوا إلى العنوان الذي حصلوا عليه من صاحب محل إصلاح الرادياتور، لم يجدوا أحدا في المنزل. كان عليهم أن ينتظروا ويترقبوا. أثناء الانتظار، أصر رئيس فرقة المحققين القادمين من الرباط على التوجه إلى قسم المستندات. هناك تمكن من الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمبحوث عنه. كان ذا سوابق، سجن عدة مرات بسبب تورطه في أعمال سرقة، ولم يغادر السجن إلا منذ نحو سنة. أعطت تلك المعلومات شحنة قوية للضابط المكلف بالتحقيق حول سرقة مخزن المواد الغذائية بالرباط. كانت حافزا قويا على المضي في ترصد المبحوث عنه حتى إلقاء القبض عليه.
أمضى المحققون نهارهم ينتظرون حول ذاك المنزل. في آخر الليل ظهر مترنحا. كانت برفقته فتاة يشي ظاهرها بأنها من بائعات الهوى. تم اعتقالهما واقتيدا إلى مركز الشرطة. فتش الرجل والمرأة الموقوفان، ذلك من القواعد الأساسية التي على كل عنصر من عناصر الشرطة القضائية التقيد بها. هو إجراء لحماية الموقوفين من كل محاولة للاعتداء على رجال الأمن أو إلحاق الأذى بأنفسهم. كان الرجل الغارق في سكره يحمل معه سكينا ومبلغا من المال تم حجزه إلى أن ينتهي التحقيق. قال الرجل الذي في مقدمة رأسه صلع وهو يطل من قامته المديدة إنه يعمل رصاصا في شركة وإنه لا سوابق جنائية له، له أن يزعم ما يشاء. في الصباح تم نقل المعتقلين إلى مقر الشرطة القضائية، هناك أخضع لاستنطاق دقيق. سئل الرجل عن عطلة نهاية الأسبوع أين قضاها؟ قال إنه لم يبرح منزله ليلة السبت، كان مع الفتاة التي اعتقلت برفقته. أكدت أقواله. استفزه ضابط الشرطة، قال له إن البيت الذي يدعي أنه بيته ليس ببيته. كان الضابط يريد توفير مدخل يمكنه من التوجه إلى المنزل لتفتيشه. أصر الرجل على أن البيت بيته، ولذلك رافقه محققون إلى هناك. لما وصلوا الباب أخرج مفتاحا من جيبه وفتحه. إنها اللحظة التي ينتظرها المحققون. دخلوا البيت وبدأت عملية التفتيش. كان الضنين قد صرح بأنه لا يملك من المال إلا ما ضبط بحوزته لما اعتقل. كانت عملية التفتيش مضنية، لم يتمكن المحققون من العثور على دليل إدانة. من بين أعضاء الفريق الذي يتولى التحقيق مفتش قضى سنوات طوالا في مصلحة الشرطة القضائية. كان رجلا محنكا اكتسب بالممارسة تجربة قيمة. لما هم الفريق بالمغادرة كان المفتش يبحث عن المكان السري الذي قد يكون الضمين أخفى فيه ما سرقه في الرباط. ربط بين مهنة الرجل وهو رصاص كما قال والمكان الذي قد يكون أخفى فيه ما تحصل عليه من السطو على مخزن المواد الغذائية. توجه المفتش إلى المرحاض، اكتشف أن آلية خزان الماء معطلة. أخبره الضنين صاحب البيت أنه لم يجد متسعا من الوقت لإصلاحها. أوحى إليه المفتش بأن اللحظة وقت مناسب. ارتقى الضابط كرسي المرحاض، فتح خزان الماء، لا ماء، ولكن كان بداخله شيء ما تم لفه بعناية. صار الضنين شاحب الوجه، ارتبك. أخرج المفتش ما كان في خزان الماء. كان مبلغا ماليا كبيرا. في اللفافة أيضا ثلاث شيكات تم تحريرها لفائدة الشركة مالكة مخزن المواد الغذائية. قام الضابط باستجواب الضنين في عين المكان، سجل كل أقواله وأيضا ما تم اكتشافه. بعد إتمام الإجراءات تم نقل الضنين إلى الرباط حيث اقترفت السرقة المنسوبة إليه. في مستهل استنطاقه تمت مفاجأته بما ورد في محضر استنطاق صديقه صاحب ورشة إصلاح أجهزة تبريد محركات السيارات، الرجل الذي أعاره الشليم. كما عرضت عليه الأموال والشيكات وأيضا ما ورد في شكاية الشركة مالكة المخزن الذي تعرض للسطو. لا مجال للإنكار. أقر الضنين بأنه من قام بسرقة المخزن وبأن شريكه في العملية هو أحد عمال الشركة، زوده بكل المعلومات التي سخرها في التخطيط لعملية السطو. قال إنهما اتفقا على تقاسم المتحصل عليه من السرقة. لم يكن صعبا اعتقال الشريك. تذكر المفتش علبة عيدان الكبريت الفارغة. اعترف الضنين بأنها له
ألقى بها بعد أن استنفذ أعواد الكبريت في إشعال فتيل شاليمو. نسي أنه كان قد سجل عليها رقم هاتف صديقه الذي أعاره نافثة النار. أكد أن صديقه لم يكن يعلم بخطة السطو على مخزن المواد الغذائية.